يمكن سألت مرة أحد الشيوخ وقلت له يعني الناس في بداية شهر رمضان الكريم بتبقى داخلة كده وكلها يعني طاقة وعايزة إنها تختم وعايزة إنها تعمل، ويمكن كتير كتير بنعرف إنه في ناس في أول كام يوم بيقدروا يعملوا حاجات كتير جدا، لكن بيجوا بعد كام يوم كده ويبقى عندهم هدوء كده، وإن هم يعني كانوا داخلين بقلب جامد وبدأوا يقللوا ويقللوا أكتر، ويمكن في ناس بيقع منهم في النص حاجات في شهر رمضان ويبتدي تاني في العشر الأواخر الهمة تظهر مرة تانية. أولا هنتكلم إن شاء الله النهاردة إزاي ما نقعش في النص كده، وإزاي ما يحصلش مننا إن إحنا نقلل في الطاعة ونرجع نعمل ده، ولو إني ساعتها كان رد الشيخ وإجابته عليا إنه طالما النفس مقبلة على الطاعة خليها تدخل في الطاعة وخليها تعمل اللي تقدر عليه، وحلو قوي انه يقرا اكتر من جزء في اليوم لو قادر. حلو ان في ناس ممكن تختم القران الكريم في 3 ايام مثلا ويمكن اقل، ويخلي كل واحد يعمل اللي هو يقدر عليه بقلب جامد قوي. لكن يعني في احد العلماء برضو بيقول ليه راي تاني، والراي برضو يحترم، انه يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندخل برضو على الطاعه واحده واحده علشان نقدر نكمل ونقدر نداوم، وانه افضل الاعمال الى الله سبحانه وتعالى ادومها. بمعنى ان احنا محتاجين جدا انه ان شاء الله اللي نقدر نعمله في شهر رمضان الكريم نقدر نواظب على جزء كبير قوي منه بعد رمضان وطول السنه. طبعا حقيقي انه في شهر رمضان الكريم بيبقى كل الناس في كل العالم في كل مكان بيقبل على الطاعة، فبتبقى في حالة روحانية موجودة بتشجع كل الناس وتشجع كل حد ان هو يكثر في الطاعات وان هو يكمل وان هو يبدأ اصلا فيها.